المجلس الجماعي قصد تخصيص الوعاء العقاري الواقع المحدد ملحق الإدارية الخامسة لبناء مقر مقاطعة المدينة. النقطة الثانية المصادقة على رفع ملتمس المجلس الجماعي قصد إنجاز المطارات في بعض الشوارع الرئيسية بمنطقة سبعلاش أحمد أحمر مغاية. النقطة الثالثة المصادقة على رفع مقترح المجلس الجماعي قصد إعادة هيكلة وتهيئة سوق الدرادب الواقعة بشارع الإمام مسلم بشكل حديث يحقق النجاح. وكاين واحد جوج العروض، عرض شركة ميكومار مفاوضة في قطاع النظافة حول مدى استعدادها لاستقبال عيد الأضحى والموسم الصيفي. العرض الثاني عرض مصلحة المناطق الخضراء والشواطئ بالجماعة حول التدابير المتخذة لتهيئة الشواطئ الواقعة بترام المقاطعة للموسم الحالي، الموسم الصيفي الحالي. النقطة الأولى، بالنسبة للنقطة الأولى أي هذه النقطة، مقترح تخصيص الوعاء العقاري الواقع بمحادثة ملحق الإدارية الخامسة لبناء مقر مقاطعة المدينة. سوف نصادق على هذه النقطة مع تغيير صيغتها نزولا عند توصية اللجنة المعنية على الشكل التالي: المصادقة على رفع ملتمس المجلس الجماعي قصد تشريع مشترى اقتناء القطعة الأرضية الواقعة بملتقى شارع قرطبة وسيدي محمد العقاري الواقع بمحادثة سيدات والسادة المستشارين، سيدات والسادة القطر إدارية المقاطعة، عندي واحد ملاحظة بسيطة كنتمنى بأن يتم تفاديها مستقبلا. هذه الملاحظة بأنني أنا توصلت بهذه التقارير محضر مداولات مجلس مقاطعة طنجة المدينة خلال الدورة العادية لشهر يناير 2022 بتاريخ 6 يناير 2022. هذه التقارير كنشوف خصوصا حنا كنعرفوا بأن هذه التقارير تبقى مؤرشفة، يعني كتبقى في الأرشيف، الأرشيف المقاطعة، الأرشيف عند السلطة. فكنشوف عندي هنايا واحد تدخل ديالي كمستشارة، وكنشوف تم بطر بعض التدخل اللي دخلت به. فأنا كنشوف بأن مثلا هنايا كيقول لك أشارت سيدة كاميليا بوطمون إلى أن المعارضة والمتمثلة في الأعضاء المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار قد جاءت لحضور أشغال دورة من أجل تحقيق معارضة بناءة، وقبل دخولها إلى مقر المقاطعة تمت ملاحظة لافتة ضخمة معلقة بواجهة المبنى تدعو المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية والمبادرة إلى التلقيح ضد وباء كورونا، وهو شيء تم استحسانه. إلا أنه بعد ولوجها إلى مقر المقاطعة والتحاقها بقاعة الاجتماعات لاحظت غياب رئيس المقاطعة عن أشغال الدورة باعتبار أنه يعاني من أعراض كوفيد 19. ثلاث نقاط، أنا كنقترح بأنه يعني في المرات المقبلة أن يتم استكمال التدخل بكامله، وأن يتم إضافة كذلك انسحاب فريق التجمع الوطني للأحرار. لم يتم ذكر هنايا بأن احنا انسحبنا، ما فيها بس أي حاجة. الأمانة الأدبية والعلمية كتقتضي بأننا نذكروا المسائل بحذافيرها. شكرا سيد الرئيس. خصوص مداخلة ديال هذه النقطة هذه اللي عندنا في الدورة، صراحة احنا كنشوفوا عندنا أربعة مقاطعات في طنجة. المقاطعة الأم في جامعة طنجة هي مقاطعة طنجة المدينة، نظرا للأهمية ديالها، نظرا الوفود اللي كتجي لهاد المقاطعة بالذات، نظرا للشوارع الرئيسية اللي كيجوزو منها أعلى ممثلين ديالنا في الدولة بما فيهم رئيس الدولة الملك محمد السادس. فبالتالي هاد المقاطعة ضغط ملك لا قلت رئيس الدولة. ماشي مشكل حنا واحد النويطه صغيره في القانون الدستوري يكون امير ولا شيخ ولا رئيس جمهوريه ولا ملك، تقولوا رئيس دوله. هذا في القانون الدستوري يعني باش تعرفوا السلام. اما هو الملك محمد السادس قلت بما ان هذه المقاطعه رجعوا الموضوع، بما ان هذه المقاطعه مهمه وعندها الاهميه هذه، فبالتالي خصها اهتمام كبير اكثر من مقاطعات اخرى. يمكن بين هذا الاهتمام هذا انه تكون عندنا واحد المقاطعه فيها واحد الشروط اوليه واساسيه. كما كتعرفوا ما عرفتش انا كاين مشكل في التواصل. هذه المقاطعه هذه عليها حكم بالافراغ، عليها حكم بالافراغ والكراهه شحال وما اديش، وصراحه صغيره انتم كتشوفوا كيفاش جالسين. فبالتالي جا الدور ديالنا ولا جات النوبه ديالنا حتى حنا قطاع طنجه المدينه انها تكون عندنا مقاطعه زوينه بحال اللي كاينه في ليما كازا، بحال اللي كبليوها مغوغا. كنظن انا متاخرين جدا بانه تبنى واحد المقاطعه جديده لنا. فبالتالي هذه الخطوه اللي يمكن الا نحيوا عليها السيد رئيس المقاطعه والمكتب المسير، كنظن جا الوقت فعليا لان تكون عندنا مقاطعه بحال الناس حتى حنا وغنشتغلوا بها باريحيه. قامت اللجنه بمناقشه المعطيات حيث اجمع الحاضرون ان المساحه للبيع العقاري وموقعه الاستراتيجي
يتناسب مع مقترح تخصيصها لبناء مقر المقاطعة، خصوصا وأن هذه الأخيرة تواجه عدة إكراهات في هذا الشأن، حيث لا تتوفر على مقر إداري يستجيب لمعايير ومتطلبات التطوير والحداثة. وبعد مناقشة مستفيدة من خلاصة اللجنة إلى ضرورة رفع ملتمس المجلس الجماعي قصد تسريع مسار اقتناء القطعة الأرضية موضوع المقترح من أجل بناء مقر المقاطعة، معتبرة إياه الحل الأمثل والأنسب لحصول المقاطعة على مقر ثابت لها يتم إنشاؤه بمواصفات البنايات الإدارية الحديثة ويسير متطلبات المرحلة، ويكون قيمة مضافة لمقاطعة وسكانها وجماعة طنجة بشكل عام. سريع أما هو الملتمس كان ديجا تعمل، دابا حنا كنتسناو الموافقه ديال الجماعه، ملي تكون ان شاء الله تكون عندنا الموافقه ديك الساعه نقدروا حنا نعملوا لي بلون نطلعوكم معنا عليهم. هذا الاول. بالنسبه للاستاذ زكريا على المساله ديال ابو الحق ديال وزاره الخارجيه، انا تصرفت فيها وهضرت مع مدير تكنوبارك، قلت له كلمه مش يعني هذا الشباب، وهضرت مع مدير تكنوبارك وعطاهم المكتب، وحاليا دابا راه فضلهم المكتب تكنوبارك. ندوزو للتصويت. كما شفتوا كيفما لاحظتوا انه الجو كان جو اخوي، كانت اجواء اخويه، كان بعض النقاط جدول الاعمال اللي صدقنا عليها، منهم وابرزهم هي نقطه ديال صدقه ديال تسريع ملتمس لدى السيد رئيس الجماعه الذي المقاطعه اللي خصنا نعملوها في دردب. والنقطه الثانيه اللي هي كانت مهمه هي تهيئ سوق القرب ديال دردب انه يطيح كامل ويطلع سوق اخر تما فيه حيتيه جديده، ويكون فيه باركينغ دوز ايطاج تحت الارض، يكون فيه حتى تبقى تاع فوق الارض، يكون سوق نموذجي في المستوى اللي تحمر الوجهه ديال مدينه طنجه. وكانوا عندنا واحد جوج العروض، واحد العرض كان شركه ميكومار قدمته على بحال نقول لك كيفاش غتستقبل عيد الاضحى والموسم الصيفي، وانتم شفتوا العرض كيفاش كان عرض في المستوى، والعرض اللي كان جد جدا في المستوى هو العرض ديال الجماعه اللي قدمته الاستاذه بوتينا على ديال شواطئ مدينه طنجه، انه ما يكون ان شاء الله في المستوى، ويكون هذا الصيف هذا صيف فريد من نوعه بالنسبه للصيفات اللي دازوا. بالنسبه للاقتراحات ديال المعارضه، اليوم بقيت كنقول واخيرا ماشي معارضه، رجعوا اخوان ديالنا حتى هما، حيت حنا مجلس فيه 40 واحد وكان كنخدموا كاملين بينا، حتى هما كيقطعوا اقتراحات. الاقتراحات ديالهم كانت في المستوى، وغنخدموا عليهم ان شاء الله باش نوفروا لهم الاقتراحات ديالهم ونوفروا الدعم للمقاطعه ان شاء الله. السلام عليكم، جو مو بريزونت لطيفه زباير، رئيسه اللجنه ديال التعمير والبيئه بمقاطعه طنجه المدينه. كيشرفني اليوم هذا النهار هذا نتواجد معكم ونعطيكم الكلمه ديالي على حسب الدورة اليوم اللي هي دازت. غير باختصار بيان سور باش ما نطولش بزاف، الدورة النقطة الأولانية كانت على مقترح تخصيص الوعاء العقاري الواقع بمحدث الملحقة الإدارية الخامسة لبناء مقر مقاطعة المدينة. هذه واحد النقطة مهمة بزاف، علاش؟ بحال اللي قالوا الإخوان والمستشارين والرئيس، لأن المقر اللي هو فيهم دابا يعني سي مقر كاري يعني بالكرا، وهذا كان قبل واحد البناية اللي كانت فيها المؤسسة كفراد اللي كانت ديال الأفارقة، جملتهم كان الوالد ديالي الله يرحمه كان يشتغل فيها. دابا بالنسبة كان المقاطعة يعني ماشي كافي وما بقاش كيكفي يعني لا الموظفين ولا المواطنين، خصهم ضروري تكون شي بنايه تكون احسن بحال اللي دابا اقترحناها. يعني بحال اللي قالت واحد المستشاره سولت، حنا عندنا في يعني في البلان بان الارض كي باغي ناخذوه، وكنطلب اللي طلبنا الملتمس عليها، وانه فعلا غادي يكون فيه بزاف ديال المرافق وغادي يكون بزاف ديال الامتيازات اللي غادي تستفد منهم حتى الجماعه. يعني غنكونوا ان شاء الله يا ربي تحت، غادي يكونوا الباركين، غادي يكونوا غادي يعملوا بزاف حاجات، ودو اولا تخوا زيتاج اللي غادي تكون مقاطعه، وغادي يكونوا دو زيتاج من فوق ديال اللي غادي يتكراو، اللي غادي يكونوا ديال دي بيغو كوميرسيو
يعني ماشي منازل طبعا كوميرسي دي بيرو اللي طبعا غتستافد منه المجتمعه وداك الشيء وغادي يكون مدخل ما بيشي. هذه من ناحيه ديال البنايه ديال المقاطعه. النقطه الثانيه اللي دخلت فيها انا هي انه مقترح انجاز المدارس ببعض الشوارع الرئيسيه بمنطقه الرهراء احمر والمغاير. هادو حلي كتعرفوا كاين هادو نقط مهمين بزاف بعد المناطق هادو. علاش؟ اولا لي ساكسيدون بزاف يعني حاجات بزاف كيوقعوا تما اللي خصو الواحد ياخذهم بعين الاعتبار ويعطيهم كواحد ويعطيهم قيمه باش نفذوا هادشي اللي كاين باش نحاولوا امكن نقصوا من هاد المسائل. هاد طبيعه الحال كاين وهذا هذا القرار هذا التقرير هذا كيمشي للسيد العمده لانه ما كاملين او كيشتغلوا عليه حتى هما ماشي كي لما كيشتغلوا كيعطيو موافقه ونتمنوا على ربي يعني ويتنفذ لنا هذا الشيء ديالنا.